دلوقتي رايحين الهرم. الستارت هيبتدي بعد اقل من ساعتين. احنا متحمسين جدا خلاص كده، كل اللي احنا متحضر عليه بقالنا فتره طويله جدا هيبتدي دلوقتي، وربنا ان شاء الله اللي يوفق. ساعة ونص على الستارت اللي على البوديوم، وبعدين هنتجه بقى للستارت اللي هو السوبر ستيج. الفرامل قدام قفشة، وكل ماشيين مش كنا ماشيين على صخر، وقدام ماشيين على صخر، ورا بيحفر، وقدام بيزق بيعمل حفرة قدامه من عكش. Tarek est parti pour les dunes, 70 km de dunes, en première vitesse et deuxième vitesse. Ça va être très long, 70 km, c'est énorme. Tarek se trouvait à 60 km du CP1
Et là, on attend ici parce que pour nous, le CP1 est à 90 km. بسرعة 60-65 كيلو قبل الغروب. بعد 60 كيلو دول هيقابلوا بقى غروب وبحر رمال وكلام. خلص اخر مرحلة. النهاردة واحنا ورا دلوقتي حاليا رايحين على الكاب. اخيرا بقى مرة من نفسنا كده نوصل في مستوانا كده ولا ايه؟ يلا الحمد لله على السلامة. حاج سعيد فضل امبارح سهران الليلة كلها، فضل أول امبارح سهران الليلة كلها، يعني حاج سعيد بقاله 48 ساعة بيشتغل، وكمان ساق النهاردة الصبح، وأنا لسه أهو متفقين إن إحنا أول لما الورشة بتاعتنا تيجي بنشتغل، والنهاردة 10 بالدقيقة كله هيبقى نايم عشان إيه؟ الفريق بتاعنا محتاج ينام. النهاردة الحمد لله برضو ما كانش فيه أي أعطال ميكانيكية اللي هي زي اللي حصلت لنا امبارح أو أول امبارح. عرفنا نوصل بدري، عرفنا نحقق مركز مش بطال. It's possible there is a problem in the bearing alternator or turbine. السيرت قطع وصلحناه بس في مشكلة في التوربينة. مشكلة ان انا اتصلت بهاني دلوقتي يعني عمر فقال لي ان انا عندي مشكلة في التوربينة غير سير بس فيها صوت يعني فقال لي هم جايين على بعد 30 كيلو. اسيستنس بوينت على 30 كيلو فنخليه يشدنا. احنا معانا سير ممكن نركبه من غير ال بوت اي دونت نو ولا دي ولا دي لبالي التوربينة اي دونت نو بس بعد لما صلحناه لقينا ان في مشكلة تانية احنا غيرنا حاجة في الحاجات جوه احنا معانا بيلي هنا في مشكلة دلوقتي رايحين ندور على البلية بتاعت التوربين اللي هي اتكسرت انا بنشوفها في الفرافة اللي كانت موجودة ولا النهارده كنا ماشيين كويس لغايه كيلو 140 تقريبا 138 بالظبط وبعد كده السير بتاع الدينامو اتقطع نزلنا غيرناه بسرعه في 10 دقائق بعدين اكتشفنا كده ندور اكتشفنا ان في حاجه في التوربينه الرومان بيلي اللي بيسند التوربينه فرط فالتوربينه بتلق فكل ما بتلف بتخبط في الغطاء بتاعها فاضطرينا نقف استنينا كريم زناتي لغايه لما كريم زناتي جه وساعدنا بصراحه قطرنا لغايه السيرفيس بوينتس على بعد 20-25 كيلو والحمد لله لما وصلنا فتحنا بس ما كانش معانا واحده زياده عشان كنا نبدلها فاضطرينا نكمل الاسفلت ودلوقتي بيحاولوا اهو المفروض لقينا توربينه ثانيه من غير رمان بيلي هنحاول نركبها ونجربها ونشوفها تمشي ولا لا And at checkpoint one, the real difficulty begins. 450 kilo dunes. Terrible big day. We're going to fight, not stopping. Today there are about 200 kilo of the hardest dunes in Egypt. Thank you.
الاول ضربنا كاوتشه وبعدين طرنا وخبطنا في تبه صغيره كسرت الفانوس القداماني وصلحناه ومشينا. بعديها للاسف تلت ساعه ربع ساعه حصل بالظبط نفس الحوار بس اجمد بقى بكتير. كنا ماشيين يمكن على 70 80 وطرنا من ديون وقدامها كان في ديونه تانية فدخلنا فيها بجوز العربيه فده بقى الفايبر كله اتكسر خالص والدنيا اتبهدلت قدام والكاوتشه ملصت واتبهدلنا خالص. فاحنا مش هنكمل ال 70 كيلو اللي جوه دوت عشان الرادياترات وكل حاجه قدام عريانه ممكن اي طوبه تكسر الرادياتير او كده واحنا معناش واحد تاني. فانا مش هجازف ان انا اعطى النهارده وما اخلصش بكره. انا هكمل النهارده اسفلت عشان بكره نوصل للفينش لاين ونخلص سبق. السبق ده الحظ مش محالفنا الصراحه. هنبتدي اخر مرحلة وانا بجد خلاص انا عاوز اوصل القاهرة وعاوز اخلص سبق ان شاء الله بالسلامة. Oui, bonjour. Oui. Il y a des tuyaux de vacuum, il y a des tuyaux de vacuum avec un relay qui sont sur le moteur. Oui, oui. Il faut. طب البنزين اخباره ايه؟ البنزين فيها بنزين ولا مفيش؟ لا فيها. حولت على الترومبه الثانيه؟ The problem is tuyau de vacuum pression with the relay qui pressure with what, I'm sorry, the command the air mélange vacuum le carton بتاعه مكسور vacuum hose vacuum hose is broken. Okay. Oui, cassé, okay. Mais but is no possible connect. Il cassé à ras. Il y a the durite. Aye. Is a clack. Me. I am afraid the engine is broken. Oui, le chef moteur est cassé. Thank you.
كفايه السنه دي. واضح ان السنه دي مش سنتنا، وربنا يوفقنا السنه ان شاء الله في السنين الجايه. يعني السنه دي ما الحظ ما ساعدناش السنه دي. سبق السنه دي كان عندنا مشاكل كتير جدا، معظمها ميكانيكيه، شويه غلطات احنا عملناها، بس هي معظمها كانت مشاكل ميكانيكيه، ودي نتيجه من ان احنا الصيانه يمكن السنه دي ما عملناهاش زي كل سنه، عشان الدعم ما كانش متوفر زي كل سنه، فالصيانه كانت مكلفه، فاضطرينا في حاجات معينه ما نعملهاش، وطبعا الحاجات دي هي اللي باظت. اتعلمنا ان احنا نحافظ على الانرجي بتاعتنا طول الستيج، لو في ستيج طويله نحاول نحافظ على المومنتوم بتاعنا ان هو يفضل مستمر طول الوقت، ان احنا ما نبتديش سخنين قوي فيحصل حاجه عطل فتتكسرنا ونعطل كتير. يعني انا اتعلمت من السبق ده، والفريق كله اعتقد اتعلم من السبق ده، ان احنا لازم نجهز نفسنا 100%. احنا كنا جاهزين، ولكن الجاهزين 80%، وال 20% اللي احنا ما كناش جاهزين فيهم هم دول اللي بوظوا لنا السبق. فواحد كان لازم يجهز كل حاجه، ده اللي احنا اتعلمناه. اهم حاجه ان الفريق كله وصل هنا بسلامه، احنا دينا وصلنا القاهره الفريق كله بالسلامه، العربيه 3/4 بسلامه. يعني احنا اهم حاجه ان كلنا وصلنا بخير يعني، ونتعلم من غلطاتنا ما نكررهاش تاني، والسنه الجايه تبقى ان شاء الله نتيجه افضل من السنه دي، ونعمل اللي نقدر عليه يعني.